بمناسبة الأحداث المتلاحقة، جيشنا وقواتنا المسلحة كمان أحداثها سريعة جدا، كل يوم والتاني الحمد لله ربنا بيبعت لنا أخبار بتثلج صدورنا فيما يتعلق بمحاربتنا المستمرة على الإرهاب. الجيش الثالث الحقيقة قضى على تكفيري بوسط سيناء، ولما نقول طبعا تكفيري هنا نبقى فاهمين ان هو مش ارهابي وخلاص، تكفيري ده تكفيري ارهابي، تكفيري بيمول هو وسيط ما بين الممولين وما بين المنفذين، بيجند شباب وجنود، بينفذ عمليات، ده المقصود بفكرة التكفيري، كل من يكفر الدولة ويكفر كل من لا ينتمي الى افكارهم، دول اخطر ناس طبعا واخطر فكر للاسف الشديد. قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجويه قدرت تستهدف احد الاوكار التابعه للعناصر التكفيريه في وسط سيناء، وده اسفر عن مقتل فرد تكفيري وتدمير عربه دفع رباعي وعدد دراجتين ناريتين، فضلا عن القبض على عدد فردين اخرين احدهما بحوزته مبالغ ماليه كانت المبالغ دي رايحه او كانت في الطريق يعني لدعم العناصر التكفيريه. ده جاي طبعا في وقت زي ما بنقول كده في استمرار لجهود القوات المسلحه في مكافحه النشاط الارهابي وملاحقه العناصر الارهابيه. كلامنا عن الارهاب بيخلينا احنا في الاعلام واحنا في الشارع بنتكلم على بطولات القوات المسلحه لما بتحصل عمليه لا سمح الله فيها شهداء من عندنا احنا بتروح، فبنفتكر دور القوات المسلحه ودور الاجهزه الامنيه، لكن هم الحقيقه مفيش موضوع بالنسبه لهم مش سيزونال مش موسمي، هم بالنسبه لهم ده شغلهم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، ده شغلهم وعملهم، ربنا يحفظهم يا رب ويحرسهم باذن الله.